منشور اللي عاوز يقدم عقد في الازهر، يتقدم للوظائف، يجي يقدم. قدمت انا زي اي واحد. التقديم كان بيقول ايه؟ اللي حصل على بكالوريوس سياره يتم التعاقد معايا، بس يجيب افاده من المعهد بتاعه ان هو كان شغال. رحت المعهد جبت افاده من المعهد ان انا كنت شغال وقدمتها. القرار بيقول ايه؟ القرار بيقول محددين في المنشور ان هم بيقولوا بكالوريوس تجاره يدرس لحد تاني اعدادي. قدمت انا بناء عليه، كنت شغال في شرم الشيخ محاسب. جيت استقلت من شغلي واستلمت هنا. انا كنت شغال محاسب في شرم الشيخ، استقلت من شغلي وجيت هنا استلمت على العقد بتاعي. حولوني على قريه في بلد اسمها تنده. استلمت الشغل، اديت وظيفتي 3 سنين، السنه الاولى والثانيه والثالثه، وخدت ومعايا شهاده تقدير ومدورات تدريبيه في تبع الازهر برضه رياضه. في الاخر خالص جه النهارده بيقول لي لا انت مالكش تجديد. احنا شغالين مؤقتين بالحصه من 2012، 3 سنين بالظبط. اخر يوم في ال3 سنين كان امبارح، وكل سنه بنجدد عقد. وادي حضرتك صوره العقود اهي، 3 عقود، وحضرتك دي الاولانيه خالص. دي افاده من المعهد ان احنا على راس العمل منذ المباشر اللي هو في شهر 12 حتى الان، ولم ننقطع ولا يوم، شغالين على راس العمل. وادي افاده اهي ومختومه وممضيه، وادي كمان كارنيه نقابه. ايه الاجراءات اللي تمت ضده؟ ادي كارنيه نقابه. جينا في الميعاد بتاعنا 1/4/2015 عشان نجدد كالعاده. لجينا فيه الواحد هنا مسؤول مالي واداري اسمه الاستاذ جمال عبد الجواد، رفض ان هو يجدد، مع العلم ان احنا معانا فاكس بتاريخ 30/3/2015 من مشيخه الازهر بالتجديد لجميع الناس. بعد انتهاء العقد ب3 سنوات بيقولوا الوقت انتم مفصولين من العمل، انتم بره في الشارع، ومنعونا من التوقيع في دفاتر التحضير. ال3 سنوات ديت ما كانش لينا حق ان احنا نقدم في اي وظيفه تعملها الدوله، ما كانش لينا حق اي مسابقه، ما كانش لينا حق ان احنا نشتغل اي عمل بره. اللي كنت بنتدب 3 ايام الصبح و3 ايام بعد الظهر، باخد 30 حصه في الاسبوع. احنا بنناشد للشيخ الازهر الكلام ده، التعاقد فعلا من التعاقد والامضه. احنا فاتحين بيوت يا شيخ الازهر، نقوم دلوقتي نعمل ايه؟ احنا دلوقتي شباب زي كده مش راضيها 300 جنيه، انت هتمنحنا 300 جنيه؟ دي الحرف عشان توافر لقمه العيش العيله. انا معي 3 عقود دلوقتي، وشيخ المعهد منعني من التوقيع. اقعد فين؟ امضي فين بعد 4 ايام؟ يقول لي مالكش حق التوقيع. انا دي لي 3 سنين، 3 سنين 3 عقود معايا، امضي فين؟ شغالين 3 سنين، امضي فين النهارده؟ انا عايز امضي يا شيخ الازهر. بص علينا يا شيخ الازهر. الازهر ايوه، احنا بنوصل شيخ الازهر. بنقول له نمضي فين؟ انتوا قلتوا للناس ان كنتوا بعد ال3 سنين تثبيت. انت جاي تطرد لي. احنا حولنا للنيابات لغايه دلوقتي، النيابه العامه، النيابه الاداريه ما حكمتش لغايه دلوقتي. 133 جنيه يا اولاد، وما فيش حد ادانا لغايه دلوقتي. وشيخ المعهد خد بالك محترف بينا ان احنا شغالين، وقالوا لنا باي قرينه ان انتوا مثلا هي تفيدوا بالعمل.